ونستعرض معكم الآن أداء أسواق المال الإماراتية في مستهل تعاملات اليوم. فكما نشاهد فإن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفع ما يقارب 0.3% عند 9099 نقطة. أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق أبوظبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 89 مليون سهم بقيمة تجاوزت 300 مليون درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، أسهم فودكو مرتفع ما يقارب 9%، وأيضاً شركة مجموعة سوداد للاتصالات وشركة بانز الرياضية وألفا ضبي القابضة مرتفع عند 14 درهم و60 فلساً. أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولاً بالقيمة في سوق أبوظبي، أسهم العالمية القابضة مجموعة مالتبلاي، ألفا ضبي القابضة وفينيكس جروب بلغ قيمة التداول فيه أكثر من 21 مليون درهم. أما بالنسبة مشاهدينا لمؤشر السوق في دبي أيضا مرتفع عند 4169 نقطة. أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق دبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 45 مليون سهم بقيمة تجاوزت 129 مليون درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في دبي، أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين، بنك دبي التجاري، بنك السلام وتكافل الإمارات مرتفع عند 54 فلسا. أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا في القيمة في سوق دبي، أسهم معمار العقارية، الإمارات دبي الوطني، شركة الخليج للملاحة القابضة وبنك دبي الإسلامي فقد بلغ قيمة التداولات فيه أكثر من 7 ملايين درهم.